الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناة علم نافع لشرح الدروس الجامعية بالدارجة المغربية. إن شاء الله غتكون هذه هي البارتي الثالثة حول الميكانيك دي بوان. اللي باقي ما شافش لي البارتي اللي فاتوا، ما عليه إلا يدخل لعلم نافع بوان بلوك سبوت بوان كوم، يمشي هنا الدروس بالفيديو، وتكليك غادي تكليك هنا على ميكانيك كونتيك بالدارجة المغربية. إذا ندوزو البارتي ديالنا. في البارتيات اللي فاتوا كنا شلنا لا كاتاستروف الترا فيوليت، ما عرفوش العلماء يفسروها. العالمان رايلي وجينز انطلاقا من القوانين الكلاسيكيه خرج ليهم هاد لا كورب. هو من هاد العلاقه هي، اما النتائج التجريبيه هادشي اللي كتمثل لينا. اذا لقاو بان فاش كان نهضروا على دي فريكونس اللي هما كبار بزاف، هنا دي فريكونس اللي كبار بزاف في يعني في الالترافيولي، اش كنلقاو؟ كنلقاو بان لا دونسيتي دينيرجي طون فير لانفيني، وفي حين ان النتائج التجريبيه عطاتنا بان ديك لا دونسيتي دينيرجي غاديه وكتنقص حتى كتولي نيل. دابا غنشوفوا المشكل كيفاش داروا تحلوا هذا المشكل. Quantification de l'énergie, loi de Planck. Pour sortir de cet impact, un passe Max Planck émit son hypothèse géniale lourde de conséquences sur toute la physique qui est la quantification de l'énergie. Max Planck rédige une idée nouvelle dans la physique qui est la quantification de l'énergie. يعني la discontinuité d'énergie. هذيك الانرجي اللي كتبعت بها هذوك الاشعه ديال الجسم الاسود ماشي كتبعت بقيم اعتباطيه، قيم كونتيني. قال لك السي كتبعت بواحد القيم اللي هي كونتيفيي، واحد القيم ديسكونتيني بالضبط. هذوك القيم كيكونوا بروبورسيونيل لواحد الكانتوم دينيرجي. هو هذا الكانتوم دينيرجي اللي هو اش ني، اصغر قيمه لذاك الاشعاع اللي ما يمكنش indivisible هي هذه h ني. هاي المهم نزيدو نكملو. Il annonce l'hypothèse suivante: les parois du corps noir sont assimilées à des oscillateurs harmoniques qui vibrent et passent d'un état de fréquence déterminé à un autre en émettant ou absorbant un quantum d'énergie h ني. قال لك السي جا بلانك اش قال لهم؟ قال لهم هذوك لي باغوا ديال هذا الجسم الاسود مكون فيه دي زوسيلاتور. اشناهم هاد لي زوسيلاتور؟ لي زوسيلاتور اللي الا كنتو قريتو لا سبيكتروسكوبي اش غتلقاو؟ غتلقاو بان دوك الروابط بين الذرات راه ماشي هي روابط ثابته، يعني على شكل عصا ثابته. هادوك الروابط راه على واحد الشكل نابض، كتبقى تفيبري هاد لاطوم مع هاد لاطوم اخرى، كتبقى تفيبري بواحد الفريكونس. وهذاك الفريكونس ديال هو هذا، هو هاد ني، هو داك الفريكونس اللي كتبعت به دوك الاشعه اللي كيجيونا من الجسم الاسود. الفريكونس ديالهم هو الفريكونس ديال هاد لي زوسيلاتور. ني قالك لا فريكونس دو لوسيلاتور، اي اش لو كانتوم دو لاكسيون، كنسميوه لو كانتوم دو لاكسيون او كونستانت دو بلانك. هادي هي الكونستانت دو بلانك. Partant de cette hypothèse, Planck établit la loi des rayonnements des corps noirs. Ça fait d'abord, mais monsieur Planck de la discontinuité de l'énergie. بحيث اش لقى؟ لقى هو دابا هاد العلاقه، وهاد العلاقه لقاها بانها لا كورب ديالها هو كيعطيك نفس لا كورب اكسبيريمونطال. هذا هو نفسه. اذا بلانك هو اللي استطاع يفسر لنا هاد القضيه. Cette expression permet de décrire en détail et en sa totalité la courbe expérimentale
Ce succès spectaculaire de la théorie de Planck a donné naissance à la plus belle théorie physique que l'esprit humain n'ait jamais construite, physique quantique. كانت هذه هي البداية ديال هاد لا فيزيك كوانتيك ملي اكتشفنا السي بلانك بأن الانرجي راه ديسكونتيني ماشي كونتيني. دابا الا بغينا ندير واحد لابروكسيماسيون يمكن لينا نرجعوا لهداك اللوا دو غايلي اي جينز. اللوا اللي عطانا غايلي وجينز راه ماشي هو 100% راه خاطئ, نقولوا منه واحد 10%, واحد 10% صحيحه. كتلقى هاد الكورب ها هو ها مثلا هنا في هاد لي فريكونس ها هما هاد لي صغار بزاف, هنا كتكون لامدا كبيره ولي فريكونس كيكونوا هنا صغار بما ان الفريكونس انفيرسمون بروبورسيونيل لا لونغور دون. المهم كنلقاو بان هاد لا كورب كيشبه لهاد الكورب اكسبيريمونطال. اذا كنا ندير واحد لابروكسيماسيون هي بحيث انه ملي كيكون عندنا دي فريكونس صغار بزاف هي هادي كتكون عندنا اش نيني هو الفريكونس كيكون صغر بزاف من كات تي. هي هذه هي الا درنا اش ني صغر بزاف من كات تي هاد القيمه ها هي ها فين غادي غطونفير زيرو غتمشي للزيرو وغنجي سي وغنديروا هنا واحد ديفلوبمون ليميتي ديال هاد القيمه ها هي ها في الصفر هنا اش غادي نلقاو فاش غنديروا ديفلوبمون ليميتي غنلقاو هذيك القيمه هي اش ني على كات تي وملي غنعوضوها هنايا ها غادي تعطينا هي ليكسبريسيون لي خرجات الغايلي وجينز هادي هاي. المهم كان هذا هو التفسير ديال بلانك. ندوزو دابا اسبي كوربسكولير دو لا ليميير فوتون داينشتاين اي لا كونفيرماسيون دي زيدي دو بلانك. ملي تسمع كوربسكولير عرف بان راه كندويو حنا على ماده. كنقولوا هنا اسبي كوربسكولير دو لا ليميير يعني الطبيعه الماديه ديال الضوء. حتى لهنا هاد لا كاتاستروف التافيوليت لقى ليها بلانك الحل. حتى لهنا كانت لا ليميير كيعتبروها فقط دي زوند عندها واحد لاسبي اونديلاتوار, ما كانش هذاك لاسبي كوربسكولير باقي ديك الساعه ما تكتشفش. حتى غادي يجي هنا اينشتاين وغادي يستعمل لي زيدي ديال بلانك وغادي يكتشف لينا الفوتون, بحيث الفوتون راه هو لا ليميير. فير 1905 البر اينشتاين va encore plus loin en partant des idées de بلانك. il annonce sa découverte du photon. هادشي اللي قلنا نديفيني واش هو هاد الفوتون. لو فوتون est un corpuscule élémentaire des rayonnements lumineux animés de la vitesse dans le vide C. La masse M0 du photon au repos est nulle. Ça veut dire que la lumière ramène des corpuscules qui sont les photons. Ou la vitesse du photon au repos est nulle. Le photon possède une quantité d'énergie élémentaire H indivisible. Le photon a une quantité d'énergie qui est indivisible. Mais le photon est le lonzak. اش غدير هنا الفريكونس ديال لونزق في اش غادي يعطيك واحد القيمه اللي هي انديفيزيبل. مثلا الى بدا داك مثلا الجسم الاسود بدا كيبعث لينا بواحد الاشعه اللي هي زرقاء, يعني ديك القيمه ديال هذيك الانرجي اللي كيبعث لينا غادي تكون اصغر قيمه يمكن هي تكون اش ني هي قيمه ديال واحد فوتون. اذا ديك القيمه غتكون بروبورسيونال لهذه, غتكون هي ديك القيمه هي ان واحد العدد في اش فوا ني. ندوزو هاد بي هاي ها كتساوي اش على لامدا. بي هي لا كونتيتي دو موفمون. لا ديكوفيرت دي فوتون ا بيرمي هنا ما ديمونستراسيون ديال هادي ما عرفتش واش نديرها لكم ولا لا. المهم انا غنديرها وغادي نرجع لكم. المهم على ديمونستراسيون ديالها هي هادي. عندنا هنا العلاقه ديال الانرجي هنا ديال اينشتاين اللي جناها من لا غولاتيفيتي ديالو, وعندنا هنا العلاقه ديال اللي اكتشفنا بلانك او كتساوي اش ني. بالنسبه للفوتون اش عندنا لاماس ديالو كتساوي صفر, دونك مشات هادي اش غتبقى لي هنا بقى لي او كتساوي بي سي. غادي نعوض اه باش ني
غادي نعاود اش ني غتعطيني اش ني كتساوي بي سي. واش كنعرفو الفريكونس؟ اشني العلاقة بين الفريكونس؟ العلاقة بين الفريكونس والسي بيناتهم لامدا. دونك غادي نعوض العلاقة ديال الفريكونس، غادي تعوض الفريكونس بديالو شحال كيساوي الفريكونس هو السي على لامدا، غتمشي لك السي على السي، غادي تبقى لك بي كتساوي اش على لامدا. La découverte des photons a permis l'explication de l'effet photoélectrique observé expérimentalement par Hertz et l'effet et de l'effet quantum. هاد الاكتشاف ديال الفوتون اللي اكتشفوا لنا اينشتاين غادي يمكننا غادي نفسر واحد الظاهره ايضا اللي ما كانوش لقاو ليها تفسير بهاد بالفيزيك كلاسيك اللي هي ليفي فوتوإلكتريك. هي اللي غندوزو ليها دابا. اشنا هي ليفي فوتوإلكتريك؟ اش كتقول لنا هاد ليفي فوتوإلكتريك؟ كتقول لك السي عندنا هنا واحد لو تيب اوا ديال الزاج